بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لليوم إن شاء الله راح نكمل الحديث عن الديب دروينج، وبالأخص راح نحكي عن الأناليسيس تبعت الديب دروينج. زي ما احنا عارفين في مادة الميتال فورمينج، مش الهدف فقط إنه أنا أجي أعرف العملية وأعمل حساباتها، واتفقنا إنه معرفة الحسابات هي بالأساس لتصميم أي قالب بتعلق في أي عملية من العمليات اللي بندرسها. يعني أنا بدي أحكي هسه عن الأناليسيس أوف ديب دروينج، معناها كأنه أنا بدي أطلب منك تصمم لي قالب لعمل برودكت معين باستخدام عمليات الديب دروينج. ولهذا السبب راح نحكي إن شاء الله اليوم عن كيف بدنا نصمم قالب لعملية الديب دروينج يعطيني السايز المطلوب من البلانك المحضرة. دي بي معناها البلانك دياميتر، وهي عبارة عن الديسك اللي أنا بدي أبلش أشتغل منه وأعمل منه ديب دروينج، وقلنا هذا هو الدي بلانك. والدي بي هو عبارة عن البنش دياميتر، هو البنش اللي موجود عندي في القالب بده ينزل للأسفل، طبعا هذا هو عندي الدي بي. وزي ما اتفقنا هو اللي بده يعطيني قديش القطر الداخلي اللي بدي أعمل منه الكب الخاص فيه، وعشان أضمن إنه العملية تتم عندي في باس واحد لازم يكون في عندي شرط معين. يا ترى شو يعني في باس واحد؟ لأن أنا عندي زي ما احنا شايفين بلانك وفي بنش معين. نفترض بدي أعمل من هاي البلانك مثلا كب يكون القطر تبعه بهذا الشكل وارتفاعه بهذا الشكل، وأقول والله هل ممكن اني اعمل هذا من هاي البلانك في ضربة واحدة ولا لا؟ وممكن نفسه هذا البلانك اجي اقول لا انا بدي اعمل والله كب يكون شوي قطره اصغر، وبالتالي راح ينعكس على طوله. اذا انا في الحالتين حولت البلانك الى ديب درون بارت، ولكن كل مرة انا في عندي هنا دي واحد اللي هو خارجي، خلينا نقول مختلف عن الدي اثنين اللي هو ايضا الخارجي الموجود عندي هون، وبنفس الوقت عندي ارتفاع الاول لهاي الكب اللي انا سويتها مختلف عن الارتفاع الثاني للكب الثاني. السؤال اللي دائما بدي اسأله لنفسي، هل ممكن اني اصنع اي كب من هاي الكبس بمرحلة واحدة، أم هل بلزمني أكثر من مرحلة يمر فيها المعدن عشان نصنع الشكل المطلوب؟ طيب يا ترى ليش هذا الفحص بلزمني؟ ليش لازم أعرف أنه في مرحلة واحدة أو أكثر من مرحلة؟ إحنا عارفين أنه كل ما زاد الارتفاع زي ما شرحنا في المحاضرة الماضية بده يزيد عندي الفريكشن بين البنش والورك بيس وبين الداي والورك بيس، لأنه المساحة السطحية هنا ازدادت والعمق أيضا ازداد. بينما في الجزء الأول هذا اللي بدي أشكله هون كانت المساحة السطحية أقل والعمق أقل، بالتالي أنا عشان أشكل الجزء الثاني بلزمني فورسز أعلى، واللي بحكمني فيها الفريكشنال فورسز. بينما الشكل الأول الفريكشنال فورسز تبعه اقل من الموجوده بالشكل الثاني، وبالتالي الفورسز تبعه اقل. الان هل يا ترى مقدار الفورس اللي انا بدي احطه على تشكيل هذا الكب الثاني راح يكون كافي انه يشكل لي القطعه، ام هل سيتجاوز الحدود العليا لتحمل القطعه ويصير عندي فراكتشر قبل ما ينتهي عمليه التصنيع؟ الجواب راح يجيني من خلال 3 تيستس لازم نقوم فيهم عشان نعرف انه هل بالامكان انه تتصنع عندي القطعة في باس واحد، ام انا بحاجة الى ملتيبل باسز للحصول على البرودكت المطلوب. نيجي ناخذ اول تيست من هاي التيستس نسميه، خلينا احنا نسميه تيست واحد، دي ار دروينج ريشيو، هو عبارة عن علاقة بين الدي بلانك والدي بنش. نتائج التست واحد عشان نيجي نقول انه هاي العملية بتزبط عندي في باس واحد او لا، بحكي لنا انه الدي ار لازم تكون اقل من 2
عشان نقول إنه والله هذا مبدئياً راح يعطيني one pass. طبعاً maximum value إلها تكون اثنين. وبالتالي إذا كانت أقل فأنا بقول أوكي الأمور بتصير عندي in one pass. وإذا كانت أكثر من اثنين إذن راح أقول إنه أنا بحاجة إلى أكثر من pass. إذن أول فحص بدي أعمله هو فحص لدروينج ريشيو. الفحص الثاني اللي بدنا نسميه تيست 2 من أجل معرفة هل يتم عمل البرودكت في باس واحد أو لا، وهو عبارة عن مقدار بسموه ريدكشن واللي هو R. R معناها ريدكشن، وهنا بنحكي هي عبارة عن نسبة، نسبة البلانك دايميتر ناقص البنش دايميتر مقسوم على الدي بلانك، البلانك دايميتر. هسه بحكي لنا عشان احنا نعرف هل البروسيس تتم ان وان باس اور نوت، نيجي بنقول انه الار اللي هو ريدكشن لازم يكون اقل من 0.5. اذا كانت قيمه الار بعد ما اعوض في المعادله الارقام تبعت البنش والبلانك اقل من 0.5، اذا يتم عمل القطعه في 1 باس. الفحص الثالث هو عبارة عن ratio ويكون بين thickness والدي بلانك. الآن بدنا نشوف شو نتيجته لهذا التست عشان نقول انه بيطلع عندي one pass or not. فمنقول انه هذا الratio thickness على البلانك diameter لازم يكون اكبر من 1%. إذا تحققت الثلاث شروط عندي في المنظومة اللي أنا بدي أصممها، يعني عندي بلانك وعندي بنش وعندي داي وصممتهم وعندي ثيكنس معين للقطعة وجيت دخلتهم عندي في هاي المعادلات وحصلت على العلاقات التالية، إنه drawing ratio يكون أقل من اثنين، الريدكشن يكون أقل من نص، والثيكنس على البلانك دايميتر أكبر من 1%. وبناء على الثري تيستس اللي أمامنا نقدر نحدد إنه هل بالإمكان إنه تتم عملية ديب دروينج إن وان باس أور نوت. عشان نفهم الموضوع أكثر خلينا نأخذ المثال التالي ونشوف شو علاقته في الديب دروينج. Exercise 16 بيحكي لنا a drawing operation is used to form a cylindrical cup with inside diameter equals to 75 millimeter and height equals to 50 millimeters. حكينا انه لما كان عندي الانسايد دايميتر للكب يساوي 75، معناها احنا بنحكي عن الدي بانش هو اللي يساوي 75 مليمترز، والهايت ارتفاع الكب كان عندنا يساوي 50 مليمترز. The starting blank diameter equals to 138. إذن الدي بلانك يساوي 138 مليمتر. And the stock thickness equals to 2.4 مليمتر. إذن الثيكنس يساوي 2.4 مليمتر. Based on these data, is the operation feasible or not? الآن بحكي لنا هل العملية ممكن أن تتم في باس واحد أو لا؟ منيجي زي ما اتفقنا بدنا نسوي لي 3 تيستس. بدنا نقول عندي التيست الاول، وهذا التيست الاول اللي كان بيحكي لي عن مين، عن الدروينج ريشيو دي ار. حكينا انه الدي ار عرفنا شو قانونها، عباره عن الدي بي على الدي بي. فاذا انا عندي الدي بلانك يساوي 138 مقسومه على الدي بانش اللي هي 75، بيطلع معنا النتيجة 1.84. نيجي بنطلع على هذا الرقم بنقول والله هذا أقل من 2، إذا مبدئيا هاي العملية ممكنة، لكن ما بنقدر نجزمها ولا نحسمها غير لما نشوف التست الثاني والثالث. نيجي على التست الثاني، بنقول التست الثاني هو عبارة عن الريدكشن. الريدكشن قلنا انه عبارة عن الدي بلانك ناقص الدي بنش على الدي بلانك، يعني 138 ناقص ال 75 على 138. والان نيجي بنطلع
الناتج تبعها، ناتجها بيكون 45.65، وهاي بنيجي بنقول انه اذا بدنا نشوفها لازم تكون قلنا less than 50%، اذا هي اقل من 50%، اذا العملية ناجحة. بيظل عندنا مين؟ التست رقم 3، فبنقول التست الثالث بدنا ناخذ، احنا حكينا علاقة بين الثيكنس على الدي بلانك، ثيكنس على الدي بلانك ويساوي 2.4 divided by 138، بيطلع معانا الجواب 1.7%. فمنقول انه هاي القيمة هي اكبر من 1%، فمنقول انه تحت هاي الظروف اذا انا بدي اعمل كاسة قطرها كان 75 مليمتر، ارتفاعها 50 مليمتر، من بلانك قطرها 138، معناها انه راح تكون عندي العملية ناجحة 100%، ونستطيع انه نعمل هذا الكب in one pass. نكمل على الاناليسيس تبعت الديب دروينج. اكيد بلزمنا نعرف قديش الفورس اللازم لتشكيل القطعة، وهذا دائما السؤال اللي بنسأله لنفسنا، انه هل التولز الموجودة عندي في المصنع قادرة على تشكيل الديزاين اللي انا بدي اياه ولا لا؟ فهذا منجاوبه من خلال حسابات الفورس. فنشوف القطعة اللي عندي قديش بتطلب فورس مني، وهل تستطيع العدد الموجود عندي انها تعطيني نفس الفورس او لا. فاذا ما استطعت تعطيني اياها معناها انه انا بحاجة الى تول اكبر. اذا قانون الفورس عندي هنا عبارة عن فورمولا موجودة عندنا في المحاضرة، تساوي باي في دي بي اللي هو عبارة عن محيط الدائرة تبعت البنش اذا ملاحظين، مضروبة في الثيكنس، مضروبة في التنسايل سترينث للماتيريال. اذا انا فعليا صار عندي هنا مساحة، مساحة اللي هي تبعت الكروس سكشن الخاصة في البلانك اللي بدي اصنعها او في قاعدة الكب اللي بدي اصنعه. لما نضربه في التنسايل سترينث معناته صفت عندي هنا، نعم هي فورس، ومضروبة في كأنه بدنا نحكي شيب فاكتور، وهذا الشيب فاكتور هو عبارة عن الدي بلانك مقسوم على الدي بنش ناقص 0.7، وهيك بتطلع معانا الفورس اللي لازم نحسبها. ايضا اتفقنا انه في عندي كان واحد من البارامترز اللي حكينا عنه البلانك هولدر فورس، واعطينا الرمز اف اتش. الاف اتش عندنا له امبيريكال ايكويشن، وهي الامبيريكال ايكويشن بتتلخص في التالي، هي عباره عن 0.015 مضروبه في اليلد سترينث تبع الماتيريال في باي الدي بلانك تربيع ناقص دي بانش زائد 2.2 مضروبه في الثيكنس زائد 2 الراديوس تبع الدياميتر، هذا الحد تربيع وكلياته مع بعض في نفس القوس. اذا مقدار البلانك هولدر فورس اللي لازم عندي من اجل انها تعطيني عملية ديب دروينج سليمة بدون اي عيوب، نحسبها من خلال الفورمولا التالي. وبالبراكتس اذا ما كنت قادر انك تحسب قديش البلانك هولدر فورس، بحكي لنا معلومة صناعية انه البلانك هولدنج فورس is usually about one third the drawing force. وعشان نفهم الموضوع اكثر بدنا نيجي نحل المثال number 17 exercise 17. drawing operation صارت على الاكسرسايز 16 اللي هو اللي قبله، يعني معطيات السؤال بدنا ناخذهم من اكسرسايز 16 هذا الموجود. طبعا هنا خطأ مطبعي، مكتوب 15 فهي 16. فبده يانا ايش نحسب الدروينج فورس والبلانك هولدنج فورس، ومعطينا الميكانيكال بروبرتيز تبعت الماتيريال الخاصة في الشيت ميتال، بيحكي لنا اللي هو تنسايل سترينث لللو كربون ستيل 300 ميجا باسكال، and yield strength equals 175 mega pascal, with die corner radius equals to 6 millimeter. إذن عشان نيجي نحل هذا السؤال، نيجي منقول
إنه بنطبق على قانون الفورس، فمنعوض عندي بالفورس ومنقول إذا بدنا نعوض الأرقام مباشرة لأنه المعادلة اوريدي مكتوبة، منقول باي في 75 دي بنش مضروبة في 2.4 اللي هي الثيكنس مضروبة في التنسايل سترينث ومضروبة في الحد اللي بيحكي لنا الدي بلانك 138 على الدي بنش اللي هو 75 ناقص 0.7، فبيطلع معانا مقدار الفورس تساوي 193,396 نيوتن. الآن بنيجي بنحسب البلانكينج هولدر فورس، فالآن بنيجي نقول البلانكينج هولدر فورس تساوي إذا عوضنا كل الأرقام في المعادلة هاي الطويلة اللي هون أمامنا، بنلاحظ إنه البلانك هولدر فورس عبارة عن 86,824 نيوتن. هيك إن شاء الله بنكون أنهينا محاضرتنا لليوم، والمحاضرات القادمة إن شاء الله بنحكي عن other drawing operations.